لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. وفاة الفنانة القديرة التشكيلية لطيفة يوسف. توفيت الفنانة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف في العاصمة المصرية ليلة الأحد الاثنين عن عمر انهاز 74 عاما. ولطيفة الملحق الثقافي الأسبق بالسفارة الفلسطينية في القاهرة من مواليد 1948، واستقرت في منتصف عمرها في مصر وحصلت على دبلوم تربية فنية عام 1967، ولاحقا عملت استشارة في المركز الإعلامي والثقافة الفلسطيني في سفارة فلسطين بالقاهرة في وزارة الثقافة بين الأعوام 2002-2008. عملت في المندوبية الدائمة لفلسطين لدي جامعة الدول العربية، وكانت تشغل عضوية الاتحاد العام للتشكيليين العرب. إنا لله وإنا إليه راجعون بخبر حزين ومبكي، بخبر وفاة الفنانة التشكيلية الفلسطينية لطيفة يوسف. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.